السلام عليكم ورحمة الله. الخامس من شباط وأسبوع جديد يذكرنا أن الحياة مهما طالت تمر لحظاتها سريعا، فلنستمتع بكل ما فيها ونستحضر دائما أن كل ما هو صعب ومؤلم سيمضي يوما ما ويصبح ذكريات. إن شاء الله صفاء، وصباح الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. صباح القوة والتحدي، صباح اليقين بأن الله معنا أينما كننا، أينما كنا، وأننا نعيش في كنف الله دائما. جميل هذا الاستشعار، أن نعيش دائما مع الله وبالله عز وجل. اليوم مشاهدينا سنعرض أحد القصص التي تسطر القوة والتحدي في التعامل مع مرض السرطان تحديدا، بمناسبة أنه بالأمس كان هو اليوم العالمي للسرطان. نعم، وأيضا سنتحدث عن أهمية وكيفية التوعية بهذا المرض. وبهذه المناسبة مشاهدينا نذكركم بالمشاركة برسائلكم لمرضى السرطان عبر هاشتاغ صفحة قناة دار الإيمان، وتابعوا المزيد معنا اليوم. وتستمر أزمة النفايات في لبنان، وتجتهد الشركات لإيجاد الحلول بعد أن أصبح الوضع لا يطاق بالنسبة للكثيرين. ومن الشركات مجموعة كاليداس التي كشفت عن براميل ذكية لمعالجة أكوام الزبالة. طبعا هذه البراميل صفاء التي تم صنعها هي براميل ذكية، ومهمتها هي أن تفرز يعني بنفسها الزجاج والكرتون والبلاستيك والتنك، ويمكن استخدام البرميل في الجامعات والمدارس والأماكن السياحية، بحيث يرمي الأشخاص فيه النفايات سواء كانت زجاجات أو أي نوع آخر من النفايات، ويقوم البرميل نفسه بفرزها بشكل تلقائي. يعني جميل إسراء هذه المبادرة فعلا. المجتمعات يعني تنتظر من الأشخاص، من الشركات، من المجموعات المبادرة بمثل هذه الأمور، ما نستنى كل شيء من الحكومة أيضا. أكيد. وإلى الكلاب مشاهدينا، حيث يحظى كلب الملاقلي المعروف في تركيا بأسد الأناضول بعناية فائقة من قبل مربيه، بفضل تمتع سلالته بخصائص تميزها عن غيرها. يعني الحجم الكبير الذي تتمتع به كلاب ملاقلي يتطلب سبل عناية دقيقة جدا، تختلف باختلاف المواسم وخاصة خلال فترة الشتاء وموجات البرد القارصة جدا. وتعتبر هذه الكلاب خاصة بولاية أكسراي في اسطنبول. تأكل أسود الأناضول 3 وجبات من الحليب واللحوم في اليوم الواحد، وتشهد إقبالا كبيرا من عموم البلاد، فهذه السلالة تزداد شهرة يوما بعد آخر بفضل ضخامتها التي تستحضر في الأذهان مباشرة صورة الأسد. لكن يعني هنالك حزن في اسطنبول حول هذه الكلاب، لأنه عدد الكلاب المتوفر حاليا في أكسراي يتناقص باستمرار، ووصلت لحد التعرض للانقراض. يعني منظرها لحاله مخيف بالنسبة إلا مخيف جدا، لكن في ناس عندها قدرة فائقة على التعامل مع هذا النوع من الحيوانات فعلا.
ومشاهدينا إلى عدن، حيث يقدم بعض الرياضيين في محافظة عدن جنوبي اليمن عروض تلفت الانتباه باستخدام أدوات بسيطة وسط الحرب التي تعصف في البلاد. يعني فريق الأكروبات وألعاب السيرك يعتبر من أشهر الفرق على المستوى المحلي والعربي بفضل مشاركته في مختلف المهرجانات المحلية والخارجية. هم الآن يتدربون في حصص مخصصة في أماكن مرت عليها الحرب وفعلت ما فعلته بها، لكن أملهم أقوى حسب ما قالوا. تبقى الرياضات دائما إسراء هي التي تقوي النفس فعلا وتعين في هذه الأجواء الصعبة. يعني صفاء، إحنا يمكن لنا فترة عم نستحضر كثير من الأخبار في اليمن، لأنه بالفعل عم نلاقي أنه في إرادة كبيرة عند الناس وتحدي كبير لمقاومة كل ما يحدث في اليمن. صحيح. من خلال بعض المبادرات المجتمعية البسيطة، يعني شوفي قديش هي مبادرات بسيطة لكن مع ذلك أثرها على النفس كبير. والآن مشاهدينا إلى الفلو ماركت أو السوق الألماني، وهو ليس حكر على منشئه، فلقد نقل عدد من الشباب الأردنيين الفكرة إلى العاصمة الأردنية عمان. والفلو ماركت هو عبارة عن سوق لبيع وشراء ومقايضة الأدوات المستخدمة التي تكون بحالة ممتازة أو جيدة جدا بأسعار منخفضة من غير تدخل الوسطاء. طبعا هذه المبادرة تأتي بهدف تشجيع المجتمع الأردني على إعادة بيع الأدوات المستخدمة، مما يشكل بطبيعة الحال عائد مادي مجدي لهم، حيث أنه يتم الاشتراك في المعرض من خلال استئجار طاولة ب$30 فقط وبرسم دخول حوالي الدولار والنصف لكل زائر. وفي ألمانيا يعني تقام هذه الأسواق أسبوعيا، يشارك بها أعداد كبيرة من الناس، وهي الآن أصبحت أيضا في الأردن. فكرة جميلة جدا صفاء، وعدا عن كونها بتوفر عائد مادي جيد للأشخاص اللي بيبيعوا، أيضا بتسهل الآخرين إنه بحيث إنه يستطيعوا إنه يشتروا كثير من الأمور الجيدة بأسعار منخفضة. هي إعادة تدوير للأمور اللي الواحد ممكن يتخلص منها أو ما تكون لازمته، لا بيرجع ببيعها بفيد غيره وأيضا هو بيستفيد. مشاهدينا متواصلين معكم وحديثنا بعد النشرة الجوية عن مرض السرطان، تحدي وإرادة حقيقية في مواجهة هذا المرض.
مشاهدينا، قصص البطولة لا تقتصر فقط على القتال في ميادين الحروب، قد تكون هذه القصص تحيا بيننا وتسطر القوة والتحدي من خلال تعاملها مع كثير من الصعوبات التي تواجهها في الحياة. صحيح، ومن هذه الصعوبات مرض السرطان الذي استطاع المخرج خليل الشاويش أن يعلمنا معنى الإرادة من خلال تعامله مع المرض الذي لا زال مصاب به ويتعالج منه حتى الآن. ومعنا الآن عبر الاتصال الهاتفي المخرج الأستاذ خليل الشاويش. أسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك ويا صباح الورد. أهلا فيك. بداية أستاذ خليل، يعني خبرنا وخبر المشاهدين أيضا عن بداية تجربتك مع السرطان، كيف ومتى بدأ معك؟ تمام، بداية زمنيا له حوالي 8 أشهر السرطان معي. بداية كان أمر طبيعي، وهي كمان من الشغلات اللي الإنسان ما بيتعامل معها بمرض السرطان إنه بتوقعها. دائما إحنا بكون أبعد شيء عنا إنه نتوقع أن يكون إحنا معنا السرطان أو المقربين إلينا، فهي كمان من السلبيات تعاملنا بالمرض، إنه دائما هو المرض المخفي البعيد اللي لا يمكن أن يصيبنا، هذا دائما فكرنا فيه. فالبداية كانت بسيطة جدا، إنه كان أنا عندي بعض العضلة تاعت الفخذ شوية وجع وورم خفيف، يعني حتى الواحد فكروا إنه ممكن شد عضلي، مش إنه ورم أو سرطان أو مثل هيك، لكن شوي شوي تطور وبفترة سريعة، يعني خلال أسبوع 10 أيام زاد شوي. فلجأت للإجراءات الطبية، عملت فحص، عملت صور رنين، عملت بيوبسي فزعة، فتبين إنه سرطان أنسجة. نعم، فهاي هي البداية كيف اكتشفت الموضوع. نعم، التعامل مع المرض هو نعمة من رب العالمين. كانت عندي أول شيء هو القبول، إنه تقبلت الموضوع، هاي أهم خطوة كانت، يعني هي اللي يمكن اللي أعطتني الدافع لأكمل مع المرض، إنه الإنسان يتقبل المرض بالقبول. طيب أستاذ خليل، يعني قبل تقبلك للمرض، هناك فعلا حالات انهارت لمجرد سماعها بخبر إصابتها بالسرطان؟ نريد أن تحدثنا بالتفصيل عن اللحظات الأولى لتلقيك هذا الخبر، وهي كان يعني كما ذكرت فحوصات روتينية، شيء عادي وتسارع بشكل سريع عبر الأيام، فخبرنا لحظات تلقيك لهذا الخبر، كيف كانت ردة فعلك؟ تمام، هلا قبل ما احكي عن لحظات تقبل المرض، نحكي انه ليش مثلا اغلب الناس بتنهار او اغلب الناس بتخاف او اغلب الناس بتصير مع المشكله هاي، لانه تفهمنا للمرض فيه مشكله. يعني اذا بتلاحظي مثلا لما نحكي سرطان بيحكوا لك هذاك المرض او المرض الخبيث او الله يبعدنا عنه، او دائما هو الشيء اللي لازم احنا ما نفكر فيه، فهي كمان مشكله كثير كبيره، انه احنا تفهمنا لنفس المرض فيه مشكله. المشكله الكبيره انه زي ما حكيت اول شيء انه احنا ما بنتقبل انه يصيبنا، هاي شغله. الشغله الثانيه انه دائما او مش دائما، خلينا نحكي اغلب الحالات بربطوا السرطان بالموت، هاي كمان شغله كثير كبيره. صحيح، مثلا فلان فلاني معه سرطان معناته حيموت، اذا ما مات معناته حيضل يعاني طول عمره من الكيماوي، حيضل تعبان، مش حيلاقي علاج، حيكون يعني هاي يعني نظره سلبيه بالمطلق 100%. فهي اكيد اي شخص عنده هاي النظرة من نفسه أو من اللي حواليه من المجتمع، مجرد ما يعرف أنه عنده سرطان حينهار، حيخاف، حيعيط، حموت، مش حيكون لعلاج، أهلي لمين حتركهم، الأمور هاي الهواجس كلها حتشتغل معه. ولكن بكل بساطة المرض مش سهل، يعني إحنا برضو ما بدنا نعيش نسهل الأمور كثير، مرض مش سهل، مرض صعب، ولكنه مرض زي أي مرض تاني، ولا يرتبط نهائيا بالموت. يعني بمعنى أنه الموت من رب العالمين طبعا، وهو قضاء وقدر، كل إنسان له أجل. السرطان ممكن مريض السرطان يعمل حادث ويموت بدون سرطان، ممكن يصير معه جلطة ويموت. صحيح، بدون سرطان ممكن يوعى على الأرض يموت لحاله أجله. هلا إذا صدفة إنه توفى ومعه مرض السرطان، فهذا جاء أجله ومعه المرض، مش المرض قتله. نعم، هاي شغلة الواحد يعرفها، إنه خلاص يكون إيمانه برب العالمين قوي، يعرف إنه الموت ما له أي علاقة بأي مرض في الحياة، كل شيء له أجل، خلاص يعني مفهومنا لنظرة المرض بتختلف. فهي شغلة كثير مهمة، إنه نتقبل الموضوع المرض انه ما له علاقه مرتبطه بالموت. انا ممكن في حالات تموت تمام لانه اجلها، وعالميا يمكن الناس يستغربوا شوي انه نسبه اللي بموتوا من الانفلونزا اكثر من اللي بموتوا من السرطان. طب هل استحضرت جميع هذه الافكار الايجابيه استاذ خليل وقت تلقيك للخبر، ام هي اصبحت يعني امور بعد هذا الخبر او بعد ما عرفت بمرض السرطان بدات تستحضر هذه الامور؟ لا والله، هي وقت تلقي الخبر بالعكس، يعني لو احكي لك شغله ممكن تستغربي، ما بدي احكي اني كنت سعيد جدا، ولكن كان في نوع من الرضا، لانه هو ابتلاء. جميل، يعني بنعرف انه الصابرون يوفون اجورهم بغير حساب، والصابرون صبوا عليهم الاجر صبا، يعني وارد بالقران وبالاحاديث وبالسير دائما انه الابتلاء والصبر له مكانه مهمه. فبالعكس انا تقبلت الموضوع بصدر رحب، وبتستغربي باللحظه اللي اخذت فيها النتيجه اعلنت على الفيسبوك بنفس اللحظه، فانا ما خبيت شيء ولا بالعكس، يعني
ما بدي أكون أحكي أنه أنا سعيد جدا بهالحالة، ولكني راضي جدا بهذا الوضع. جميل. يعني الجميل أستاذ خليل أنه واضح جدا أنه كان لديك ذخيرة إيمانية إن صح التعبير، يعني هي اللي أهلتك أنك تكون بمرحلة الرضا التام لحظة تلقيك هذا الخبر. أستاذ خليل، أنت وصلت أيضا لمرحلة من القوة أنك يعني حسب ما نشرت طبعا على صفحتك على الفيسبوك أنك تخليت عن شرب المسكنات. نكون واقعيين، هذا قرار أبدا مو سهل بالنسبة لمريض سرطان بطبيعة الحال قد يعاني من كثير من الآلام. يعني خبرنا كيف كان اتخاذك لهذا القرار، يعني وأكيد العديد من القرارات المتعلقة بها هذا المرض. تمام. هلا هي مش بس مسكنات، هي حوالي من 11 ل 14 نوع دواء كنت اخذه بعد الكيماوي. نعم. لاعراض الكيماوي، لانه نعم. مثل ما معروف الكيماوي له اعراض، مثلا تكسير اظافر، له اعراض سقوط الشعر، له اعراض لعيان، استفراغ، دوخه، وجع، يعني اعراض لا تعد ولا تحصى مع الكيماوي حسب انواعه وحسب الحاله. هلا اي مريض سرطان لما ياخذ الكيماوي بيعطوه ادويه للاعراض لتخفيف الاعراض حتى يحاول انه يتعايش مع موضوع الكيماوي، ولكن في المقابل اي دواء لما تاخذيه على فترات طويله واشهر او سنين وكميات كبيره ويوميا، لما تحكي انت باليوم عندك مثلا 10 انواع ادويه او 11 نوع دواء تاخذيها ديلي لمده اشهر، هذا كله بياثر على الكبد، بياثر على الكلى، بياثر على المثانه، بياثر على الجسم سلبيا. فهو له سلبيات وله ايجابيات. فانا فكرت يعني واخذت قرار انه طالما انا اوريدي الكيماوي عم يتعبني، اوريدي انا عندي سرطان عم يتعب، فليش اتعب جسمي بزياده بادويه؟ اوكي عم بتخفف لي الاعراض ولكن هي فعليا عم تتعب. فاستشرت طبيبي، طبعا هذا الشيء مش من حالي، يعني راجعت طبيبي. تمام. فكان جوابه بسيط جدا وواضح، اذا بتقدر تتحمل الاعراض اترك الادويه. نعم. فهذا كان القرار. فمن 4 أشهر، يعني كان لي 4 أشهر باخذ العلاجات انا ما بعد الكيماوي، وحاليا لي 4 أشهر موقفه. هلا الصعوبه كانت باول تقريبا شهر او شهر ونص، كانت اصعب شيء انه الانسان يتاقلم، يحاول يعني يتعايش مع موضوع الاعراض، ولكن تتفاجئ انه انا حاليا بعد 4 أشهر ما باخذ اي نوع علاج غير الكيماوي، باخذ الكيماوي وبعيش حياتي طبيعيه. هلا انه غير متعب، متعب، ولكن مع الفتره الواحد بتتاقلم، بمعنى انه ممكن يكون دوخات كثير، استفراغ كثير، مع الفتره بلاقيها خفت للنص للربع، وهذا دليل كمان انه الانسان ممكن يتحكم بطبيعه جسمه. نعم. بتعامله مع الامراض، بتعامله مع الادويه، فهي كمان شغله كثير مهمه. اذا كان قرارك استاذ خليل بانك توقف هاي الادويه وتبقى على الكيماوي فقط وتحمل هذه الاعراض الجانبيه لا. طيب يعني ما شاء الله نبرة صوتك، حديثك وكتاباتك على صفحتك الشخصية على الفيسبوك، ولكل من يعرفك والمحيط فيك يعرف مدى القوة التي تتمتع فيها في مواجهة هذا المرض. لكن يعني النفس البشرية أيضا يبقى فيها جزء من الضعف، لحظات الضعف واليأس التي تمر بك كيف تواجهها؟ يعني أنا بحمد الله، يعني ما بدي أكون أحكي عن حالي أنا المثالي أو أنا يعني ما بتذكر مر علي لحظات يأس أو ضعف. جميل. ولكن احيانا يمر لحظات تفكر، بحس الانسان قد ايه هو ضعيف، مش ضروري يضعف ولكن بحس قد ايه هو ضعيف، بحس قد ايه عنده شغلات ما كان مقدرها. يعني في شغلات دائما هيك بسيط، يعني ما احكي لك امثله بسيطه جدا جدا بعجاله، انه مثلا انا طبيعه عملي وطبيعه مسكني وشغلي دائما بروح وباجي، يوميا بمر من امام مركز حسين للسرطان يوميا عمدة سنوات. نعم. ولكن ولا يوم فكرت اكون انا نزيل فيه. يا فهذه المفارقات الواحد واقف يفكر فيها. شغلات ثانية مثلا انه على مستوى انه والله سقوط السعر والحواجب والامور هاي، طب لما شفت الدنيا فيش عندي حواجب، المي نزلت على عيوني، حسيت انه ايش الحواجب، عرفتي كيف؟ كثير شغلات بسيطة، يعني ما مثلا قبل فترة صار عندي ضعف بالدم، ما في صفائح، دم ضعيف، اضطروا يقولوا لي دم حتى اخذ جرعات الكيماوي. بتتخيل انه انا وصلت لمرحلة انه جسمي ما عم يعطيني دم، عم باخذ دم من الناس. فهاي المفارقات هي بتحس انه قد ايه الانسان ضعيف، مش ضروري تكون لحظات ضعف، ولكن بحس بقيمته الانسان، قد ايه هو بيحتاج لرب، وقد ايه عنده نعم، قد ايه لازم يتفكر. فهي اللي انا بحس فيها اكثر. يعني اكيد تستشعر تفاصيل النعم اللي ممكن احنا كنا نحيا فيها وما زلنا بنحيا فيها، لكن للاسف الشديد ما منقدرها بلحظتها. يعني بالمناسبه يعني استاذ خليل، انت الان بنبره صوتك فعلا انا باكد على صفاء عم تمنحنا قوه حتى لنا ولجميع اللي عم بيستمعوا لك في الاستوديو. طيب يعني استاذ خليل، مرض السرطان ليس مسؤوليه فرديه، هو ممكن يكون مسؤوليه اجتماعيه، لانه بطبيعه الحال المرض لا يؤثر على المريض فقط، بل يؤثر، قد يؤثر على العائله بشكل كامل. خبرنا عن تعامل عائلتك معك، انت ما شاء الله عندك من القوه وعندك من الايمان وعندك من المسؤوليه اتجاه هذا المرض، لكن تعامل عائلتك، زوجتك مثلا مع هذا المرض كيف كان؟ يعني اكيد العائله لها اكبر دور بالدعم، يعني انا يعني والحمد لله، يعني انا عندي اكثر من نعم غير انه الشغلات الموجوده عندي. يعني اول شغله نعمه من رب العالمين القبول، الايمان، العائله الموجوده عندي، ان كانت العائله الاوسع وان كانت الزوجه وان كان امي، والدي، والدتي، الكل، عرفتي كيف؟ يعني نوعا ما في دعم، في سبورت، ولكن
بضل في شغله انه دائما بتحسي عندهم الخوف، عرفتي انه مهما تكوني قويه بتحسي انه ستيل في هاجس الخوف على الانسان، وهذا طبيعي، عرفتي كيف. بالعكس انا يعني موفق بعائلتي وبزوجتي وبالكل والحمد لله، الكل داعم لي، الكل واقف معي، الكل بيشجعني على الموضوعات. هلا لو نطلع اوسع شوي من العائله، يعني انا الحمد لله ما عندي مشكله بالعائله، انا نطلع شوي على المجتمع، وهي المشكله الاكبر اللي حكيناها اول شغله نظره المجتمع للمرض. صحيح. الشغله الثانيه تعامل المجتمع بالمرض والخزعبلات، يعني هاي مصيبه كبرى، يعني هاي لازم ننوه عليها. يعني انا بس لو بدي اعمل كتاب على المسجات اللي بتجيني انه كيف اعالج مرض السرطان، بعمل كتب من الخزعبلات. جميل. كل واحد انه كل واحد بيشتي بطريقه، كل واحد هاي الجميع اطباء، الجميع اطباء بغير زي ما يكون ريفرنس. استاذ خليل، هل بتشعر انه اصابتك بهذا المرض يعني وكانه رساله من رب العالمين انك انت رح تسد ثغره موجوده في المجتمع في هذا المرض؟ ممكن انه اصابتك بحد ذاتها يعني اجت لخير للمجتمع للامام، لحتى توعي بشكل اكبر من خلال تجربه شخصيه انت عم بتعيشها، وليس تجربه ترويها عن شخص اخر. اكيد، يعني انا في حالات فرديه، يعني بتجيني مسجات، بتجيني نوتس، ناس بيحكوا معي تلفونات، بحس بالموضوع هذا. انت لو تفكري بالمجتمع او بالحياه او بالانسانيه كامله بعلاقتها مع ربنا، بتلاقي انه احنا كلاتنا جنود، فربنا لما بده يعمل شيء بيعمله عن طريق جنود وعن طريق عباده وعن طريق. صحيح. يعني ممكن انا ربنا ابتلاني في هذا المرض حتى مثلا اوعي ناس ثاني، حتى ناس ثانيه تنتبه لاي شيء ثاني، حتى ناس ثانيه تاخذ فكره مني. فكلنا استاذ خليل شاويش المخرج ويعني صاحب هذه الاراده، الكلمات القويه فعلا امديت سواء كان المشاهد اللي عم بيسمعنا حتى احنا بالاستوديو بقوه ويقين ورضا من هذا الكلام ومن نبرة صوتك وشخصيتك. شكرا لتواجدك معنا، شكرا لمشاركتك تجربتك الشخصية مع مرض السرطان، يعطيك العافية. ومشاهدينا رح ننتقل وإياكم لفاصل، وبعد الفاصل سنظل مستكملين حديثنا حول مرض السرطان وأهمية التوعية فيه. انتظرونا بعد الفاصل. ومشاهدينا ما زلنا مستكملين حديثنا حول مرض السرطان، ونستكمل معه أهمية وكيفية التوعية بهذا المرض مع المهندس غياث مارتيني المدير التنفيذي لجمعية الأمل لعلاج السرطان. أهلا وسهلا فيك مهندس غياث، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم صباح الخير. يعني أستاذ غياث، لربما يمكن شاهدت معنا اللقاء اللي كان مع الأستاذ خليل الشاويش قبل قليل، وتحدث عن بعض أسباب خوف الناس من مرض السرطان وكيف تلقيهم دائما لأخبار الإصابة بالمرض سواء إلهم أو لذويهم. أنت حدثنا أيضا من واقع خبرتك ومن واقع الحالات اللي بتمر عليك، يعني ليه دائما الفكرة حول مرض السرطان تكون سلبية بالمطلق؟ بالأساس يعني الخطأ خطأ في التسمية. ففي التسمية باللسان البلدي أو العامي الناس لا تجرؤ على نطق الاسم، يعني كلمة سرطان فبيقولوا هذاك المرض. صحيح. في معظم الدول العربية دائما، أو يعني إذا كان مثقف نوعا ما يعني بيقول مرض إنه خبيث. مرض خبيث. هلا هو مرض خبيث، كل الأمراض خبيثة في كل الأحوال يعني. أساس مرض السرطان يعني هو بالأساس بكتيريا فاتت إلى الجسم، الجسم ما حسن يتعامل معه. نعم. فتغلبت عليه، تغلبت على العقدة اللمفاوية. هاي العقدة اللمفاوية الموجودة في الجسم هي خلايا مناعية. نعم. فمهمتها ابتلاع كل البكتيريا والأجسام الغريبة اللي بتدخل الجسم. في لحظة ما هالخلية هاي ما قدرت تسيطر على البكتيريا أو على الجسم الغريب هذا فضعفت. طبعا هون في أسباب كثيرة، هي أكيد مثل أسباب طبية. نعم، أكثر من في أسباب كثيرة، البيئة والتغذية والنمط المعيشي، الحالات الطارئة اللي بتحدث، نوع العمل اللي بيشتغل فيه الإنسان يعني. نعم. كله إلى مؤثرات خارجية، التطور، التكنولوجيا، الحضارة اللي شايفتيها، الشوارع، أكيد يعني السور، أسباب هذا المرض كثيرة يعني ومتعددة. التطور الصناعي، الثورة الصناعية الكبرى، كل شيء فيه له ضريبة يعني دائما. طيب يعني البعض مثل ما ذكرت فعلا يخاف ويعطي هيبة لهذا المرض وخوف شديد، لكن كيف نستطيع أن نوعي المجتمع، نوعي سواء الشخص المصاب بهذا المرض، الشخص الأشخاص المحيطين فيه، والشخص اللي ربما يعني غدا أو اليوم أو بكرة رح يصاب بهذا المرض، طريقة التوعية؟ المرض كلنا مصابون به، يعني أمر طبيعي هذا، لأنه هو بالأساس هو منبع الإنسان نفسه. كلنا مصابين فيه، فإما بيكون خامد أو خامل، وإما بيجي شيء بحركه
الموضوع، يعني مثل الانفلونزا، الحمى الراشحه، اي مرض اخر يعني. نعم. يعني هو دخول جسم غريب الى الجسم، الجسم ما قدر يتعامل معه فضعف. نعم. الجسم في حاله ما، يعني نحن لو قلنا انه جسم سليم معافى تعرض لكميه من الغازات، قوه الجسم ونسبه ارتفاع خضاب الدم عنده، كريات بيضة دافعت عن الجسم، تمكن من الوقوف، ما حدث معه السرطان. طيب. بس لو كان جسمه ضعيف، في سوء تغذيه، يعني مثل حالات الحرب المشهده حاليا، سوء التغذيه، تلوث البيئه، تلوث المياه، امور كثيره. نعم. يعني ما بتنعد، فامر طبيعي الجسم معها يكون في هالضعف هذا احسن يتعامل معه. طيب استاذ، خبرنا عن تجربتكم بجمعيه الامل للسرطان، يعني كونك المدير التنفيذي لها، وخبرنا عن هذه الجمعيه. هلا انا بتحكي معي وكاني مدير تنفيذي وكاني انه انا الكل بالكل، انا بالجمعيه اصغر واحد بالفريق مشان تكوني بالصوره، يعني اكبرهم عمرا ممكن، بس انا اصغرهم قدرا لاني كلهم يعني باحثين اولا واصحاب اختصاص. كوني انا باختصاص الاداره او ولم بالمعلومات الطبيه، لاني نحن نعمل بروح الفريق، فدائما الاجتماعات بتكون الاطباء مع المساعدين الاطباء مع اطباء الابحاث مع الكادر الاداري، فدائما من اجل دائما استمراريه وضع الخطط الاستراتيجيه للامام، دائما في عندنا خطط دائما مستقبليه، فدائما الكادر بيجتمع، فبتلاقي الكل عنده تقريبا يعني نسبه جيده من المعلومات الطبيه. انا اسف، اليوم كان المفروض يكون دكتور بيقدم الحلقه محلي، بس نحن كمان اليوم كالعاده سنويا بنحتفل بمركز رئيسي بغازي عنتاب. نعم. باليوم العالمي للسرطان، فنحن دائما في عندنا ما يعادل 40 نزيل. نعم. من مرضى السرطان، طبعا هدول اقامه مؤمنه بداخل الجمعيه، مشفى كامل باستثناء العلاج، انما اشراف دعم نفسي، اشراف على الماكل والمشرب، النظافه، المواصلات، خدمه المترجمين، فهدول بيحتفلوا اليوم. يعني اليوم تنزل الصور على الموقع، يعني طيب كل سنه احنا في هالوقت بنحتفل في هالموضوع هذا. ماذا تقدم هذه الجمعيه لنزلائها؟ هلا جمعيه الامل، نحن هون المشكله صارت عامه ومعروفه لدى الناس كلها. نعم. موضوع فارق اللغه من جهه، موضوع اللجوء احيانا المريض، يعني عم بيجي لهون فقط مريض، ما عم بيجي معه غير مرافق انه يعني ينتبه عليه من موضوع المرض. يعني ما معه مثلا واحد يقوم باعالته، ما معه يقوم باعالته، لا يتقن اللغه، ما عنده المأوى، يعني المأوى، الاطعام، المواصلات، موضوع اللوجستي هذا، توصيله للمشفى، كيف بده يدخل على المشفى، كيف بده يتفاهم مع الطبيب، كيف بده يشرح قصته المرضيه للطبيب، كيف الطبيب بده يتلقى القصه بشكل سليم. كل هذه الخدمات عن طريق هاي الخدمات كلها بتتم عن طريق الجمعيه. طبعا هلا مو الكل، هلا في ناس بتجي لتركيا فاستقبلناها في تركيا في المراكز الموجوده، سواء في اضنا، في غازي عنتاب، في انطاكيا، في اسطنبول، اما في ناس في المراكز الداخليه تبعنا كمان، يعني في جرابلس، في مراكز ريف ادلب، في مراكز ريف حلب. هاي المراكز بيتم يعني تجهيز المريض، الكشف الطبي المبدئي للوصول لحالة انه هذا يشك انه عنده سرطان، للمرحلة انه يحصل على التقرير، فبيتم متابعته من المركز في الداخل الى المعبر الى غازي عنتاب او الى مركز انطاكيا. نعم. بعدين بيتم بقى له اجراءات قانونية لاستخراج الكملك ويعني تسوية وضعه القانوني هون من اجل الحصول على التأمين الصحي للاجئين. نعم. يعني بغير تأمين صحي لا يمكن يفوت المشافي، هذا موضوع العلاجات مكلفة يعني. فأنتم تتولوا ترتيبات كل هاي الترتيبات المتعلقة بهذا الموضوع؟ هاي الترتيبات الحمد لله فضل الله أنه جمعية الأمل تقوم بها من الألف إلى الياء. جميل. طيب أنتم من ضمن الحملات اللي أطلقتوها حملة أنت الأمل لا تتأخر، خبرنا عن حجم. أنت لو سمحتي، أنت أنت الأمل. طيب كان موجه للسيدات. نعم. يمكن بخصوص مرض سرطان الثدي أكثر. هلا هو سرطان الثدي له يعني الأهمية المطلقة. نعم. يعني نحن لما قلنا الحمله انت الامل ووصفناها بالسيده، لان هن بيقولوا نصف المجتمع، لا انتم كل المجتمع بالتاكيد. يعني طيب خبرنا منبع الحياه. نعم. يعني عن حجم التفاعل اللي كان مع هاي الحمله. هلا حجم التفاعل، نحن بالرغم اضطرينا بالفتره الاخيره انه ظل الحمله قائمه في غازي عنتاب في المركز الرئيسي. اسطنبول انا قدت الحمله هون لمده 11 يوم، كانت بدت ب 4/11/2016 وانتهت ب 11/11 في سبع مراكز تقريبا، كانوا ستة والسابع كمان أضفنا. عدد اللي شاركوا في الحملة كمتطوعات إنه الكشف الطبي عندي هون كان 75. نعم. 75 للأسف إنه كانت النسب دائما بالأرقام اللي أنا بذكرها إنه. نعم. دائما توصل ل 20-22% مصابات. هي من الشريحة اللي تقدمت للفحص. غازي عنتاب
الحملة تجددت أكثر من مرة، أضنة تجددت مرة، في أنطاكيا تجددت كمان مرة. المجموع الإجمالي كلها بالنسبة للي خضعوا للكشف المبكر بحدود 1302، يعني 1300 شخص. طبعا الإصابات الفعلية اللي تثبتنا منهم بعد إجراء فحص الماموغرام والتحاليل الطبية يعني توثق لدينا تقريبا 108 حالات 108 حالات يعني مصابين. هذا بموضوع سرطان الثدي. هذا سرطان الثدي. طب نتحدث بشكل عام عن إحصائيات وأرقام صدرت عن أبحاث جمعية الأمل، حدثنا أكثر. أبحاث جمعية الأمل أنا بصراحة معي إحصائيات يعني لأني المسؤول عنها. بالضبط. نعم. يعني يعني الإحصائيات شوي الأرقام بجوز تكون كبيرة بعض الشيء، إنما هي إحصائيات موثقة يعني. يعني مثلا في جمعية الأمل هلا هون الموضوع الإجمالي تقريبا يبلغ 48 ألف مريض مغطى. هذا لغاية هذا خلال الخطة السنوية عام 2016. نعم. يعني لسه 2017 ما بدينا، يعني عندنا مركز غازي عنتاب تم إدخال للمشافي التركية 2123 مريض. في المركز عندنا المركز الاستشفاء دخل 4200 مريض. نعم. إذا جينا طبعا عم نحكي هلا في تركيا بعدين بنحكي في الداخل. مركز اسطنبول هون فات عندي 1547 مريض. في مركز أضنة فات 825 مريض. في هاتاي يلي هي أنطاكيا فات 540. بنيجي لمنطقة جرابلس، هلا منطقة جرابلس فيها أكثر من مركز، في مركز مراكز لجرابلس حتى بالمناطق الريفية، في مشفى خاص بالنسائية في الداخل السوري. في الداخل طبعا. وفي طبعا هدول بيتم تغطيتهم من قبل جمعية الأمل. نعم. الكوادر الطبية موجودة هنا. جميل وكل ما شاء الله. في انتشار واسع بس إنما دائما نعاني في موضوع المتطوعين يعني. في جرابلس في عندنا مركز جرابلس في 8214 حالة. كله يتم تأمين العلاج الطبي لهم والنفسي والدعم. مركز الغندورة 6597، مركز عين البيضة 2304، مركز أم روسي 2082، مركز المحسن لي 1449، مركز الظهرية 1263. هلأ في مشفى النسائية، في بالعيادات دخل 1698 حالة، بالعمليات قيصرية وما شابه 183 حالة. يعني أنت أستاذ عم تحكي عن أعداد كبيرة ليست بالأعداد الهينة. لا لسه ما خلصنا. نعم. لسه في بالسعودية وفي بالحملات. نعم. لأن في عنا نحن مركز بالزبط. كمان بالرياض تم استقبال 130 مريض سوري هنيك والإنفاق عليهم إنفاق كامل. إذن هي مخصصة للسوريين سواء كان في الداخل أو اللاجئين لعدة دول بتم مساعدتهم في هذا الموضوع. يمكن الإحصائيات موجودة على موقع جمعية الأمل. لا لا موجودة وبتنزل تباعا يعني. هاي الإحصائية خلال اليومين رح تنزل. خلال اليومين القادمين هلأ شغالين فيها عنا باسطنبول على الموقع. الإحصائيات كلها رح تنزل طبعا. خلال اليومين إن شاء الله. طب يعني هل كوننا عم نحكي عن أعداد كبيرة، هل بتعتبر إنه يعني الآن السرطان أصبح من مخلفات الحروب؟ يعني حدثنا عن هذا والله الموضوع. هو انا ما بعتبره مخلفات الحروب، هو احد مخلفات الحروب. نعم. انما هو عشان نكون منطقيين هو احد اسباب الثوره الصناعيه. يعني نحن اليوم حياتنا انقلب كيانا نهائيا، يعني لاني في عنا دائما من عوامل لما بنقول في العوامل الخطوره المسببه للسرطان فبنقول انه هي سيده مقيمه في المدينه، هي سيده مقيمه في الريف. يعني هي هدول اخر الاسباب. نعم. من عوامل الخطوره، فالمقيمه في المدينه اشد عرضه للاصابه بالسرطان من اللي مقيمه في. نعم. في الريف. فالمقياس انا اللي قصدت فيه هون هو التطور والتكنولوجيا والثوره الصناعيه الكبرى اللي بتصير. يعني هي احد نتائج الثوره الصناعيه بالضبط. نعم. يعني هلا اليوم الغازات انبعاث الغازات موجود في كل. صحيح. ذره من ذرات الهواء. نعم. الريف يبقى فيه الجو النقي، يبقى في موضوع التغذية، البيئة، العادات، التقاليد، هي مواضيع هامة في الموضوع. أنا لسه ما حكيت عن الموضوع التركيب الفيزيولوجي للبني آدم يعني. نعم. أو أعماله أو نشاطه. بحكي بموضوع التغذية، جيل شاب طالع بياخذ ساندويتش يمكن ما فرقت معه، بيجي على البيت بيفتح على البيت تونة معلبات. نعم. يعني مثلا معلبات فيها مادة نتريت، مواد حافظة. نعم. وهي مواد مسرطنة على طول. نعم. الأمد مواد مسرطنة. ناهيك عن موضوع المشروبات الغازية، ناهيك عن موضوع. نعم. مواضيع كثيرة يعني. في ناس على فكرة لك أنا بأكل لحم أحمر، لحم أحمر كويس مفيد بروتين للجسم. لحم أحمر إذا ما وافقه شيء يقابله من الألياف الهضمة والمساعدة على الهضم، هذا
فبتساوي ترسبات في الجسم. إذا أكيد نظام الحياة الصحي بيساعد بتجنب هذا المرض، وحتى لو الواحد أصيب فيه أكيد تبقى الإرادة والعزيمة هي الدافع الأول لمواجهته. كل الشكر لك مهندس غيات المدير التنفيذي لجمعية الأمل. الله يكرمك إلهي. شكراً لتواجدك معنا. ومشاهدينا في استطلاع أجريناه حول مرض السرطان، ما رأيك بمرض السرطان وهل برأيك هذا المرض هو نهاية للحياة؟ نشاهد كيف كانت الآراء. لا شك المصاب بالسرطان عند أغلبية الدكاترة بيقولوا لك هذا الشخص عياره أو بعد شهر شهرين أخي ما له أمل، لكن الأمل دائما بالتفاؤل. لما تروح أنت تزور المريض تزور هذا الشخص تحسسه، لأنه هي أغلبية الأعراض أعراض نفسية. الإصابة بالسرطان أكيد لا يعني انتهاء للحياة، صح أنه مرض خطير ولكن ومهدد، ولكن رأينا يعني فئات كثيرة من المجتمع عاشت حالات أشخاص مقربين منها قدرت أنه تتعالج من السرطان. بالنسبة للمرض بشكل عام، فكرة المرض هي شيء يجبر عليه الإنسان، فكرة يجبر عليها الإنسان ولا يتحكم بها. فكرة أن المرض هو نهاية هي فكرة للعجزة. الابتلاء دوما يأتي ليعطي الإنسان منحة جديدا للتفكير بحياته وبما هو قادم. فهذا نوع من أنواع الابتلاء، إن كان موجود منكم في الأخير هذا دار ابتلاء، فأنت بدك تعرف كيف تتصرف معه بحيث أنه كابتلاء وليس كوقف للحياة، لأنه هاي الحياة هي مجرد اختبار وانتهت اختبارك، فتعرف كيف تتصرف معه. هلا بالنسبة إلي مرض السرطان ما هو نهاية العالم، وإذا كان في أمراض كل الأمراض إذا بدنا نعتبر كل مرض هو نهاية العالم فالناس كلها راح توقف في مكانها، لأنه الأمراض إذا الواحد كل ما اعتبرت أنه مرضت مرض خلاص وقفت هون فخلاص انتهى العالم بالنسبة لكل الناس. أنا برأيي طالما الإنسان عنده طاقة للعمل وقدرة على التفكير حياته ما انتهت، وكنا بالأخير إن حياة قصيرة راح تنتهي حتى لو ما أنا مريضين بالسرطان. يعني موضوعنا بالنهاية مشاهدينا نركز على كون السرطان لا يعتبر أبدا نهاية للحياة، قد يكون بالعكس بداية لحياة جديدة لمرحلة جديدة. يمكن يعني تجربة خليل الشاويش صفاء اللي عرضت قبل قليل تركز على هذه المسألة، سبحان الله يمكن تكون تجربته يعني هي لها أثر كبير جدا في التوعية بهذا المرض وطريقة التعامل معه. صحيح. يمكن كمان أنا إسراء شخصيا قابلت العديد من الأشخاص المصابين، دائما بعد الإصابة وبعد ربما العلاج بيكتشفوا قديش السرطان هو صحيح. نعمة أكثر منه نقمة، لأنه قد بيعلم قد بيفتح مدارك الإنسان سواء لشكر النعم الله عز وجل لفهم طبيعة الحياة من حوله، كثير أمور تصبح أوضح بوجود هذا المرض. ومشاهدينا يعني رسالة لمرض السرطان هو عنوان الهاشتاج، ماذا نقول لمن يصاب بهذا المرض؟ والعديد من المشاركات نبدأها بمنصف. منصف يقول إن الله معهم وهو من سيفرج كربتهم ويشفيهم بإذن الله ودعواتي لهم. شكرا يا منصف. يعني مها تقول صبرا جميل والله المستعان، يعني استعانت أو اقتبستها من آية في القرآن الكريم والآية جميلة صبر. صحيح. جميل، يعني قديش الصبر بالفعل له تخيلي يعني حتى له معاني جدا عميقة لو أنه الإنسان يستشعرها عند الإصابة بأي مصيبة بهذه الحياة. هو يمكن أكثر درس بيعلمه السرطان لشخص المصاب هو الصبر والرجوع إلى الله عز وجل، وكأنه رب العالمين بينادي هدول الأشخاص لحتى يعني يكونوا أكثر قرب من الله عز وجل. طيب تقرأي من عندك تعليقات. نعم. راحت. عبد المجيد يقول لا أقول لهم إلا كما قال عليه الصلاة والسلام، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حتى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يعني نركز على هذه المسألة إنه أكيد الإصابة بأي ابتلاء بالنهاية في هذه الحياة هو في تكفير لكثير من الذنوب والخطايا اللي قد نرتكبها في الدنيا. صحيح. هناك مشاركة لهمسة أمل تقول رسالتي للمرضى، اللهم أنعم عليهم بالصحة والعافية، يجعل هذا المرض زيادة لكم في الأجر وألبسكم الله لباس الشفاء. إذن جميل إنه فعلا هو زيادة في الأجر ورفع في الدرجات بإذن الله. يعني وأهم رسالة أوجهها إنه قدروا المسؤولية العظيمة اللي الله سبحانه وتعالى حطها بين إيديكم. أنا ما زلت أركز إنه مرض السرطان على الرغم من صعوبته، ولا نزاود على الألم اللي موجود في مرض السرطان، إلا إنه نعمة كبيرة الله سبحانه وتعالى منحك تجربة غنية، تجربة لم يجربها كثير من الأصحاء. أنتوا صار في بين إيديكم علم وتجربة
زخمة أي إنسان صحيح في هذه الدنيا لم يجربها، وهي بحد ذاتها نعمة لكم. فلذلك يعني قدروا هذه النعمة وقدروا المسؤولية العظيمة الموجودة بين أيديكم. صحيح، وتبقى إذن كما قلنا الإرادة والتحدي والإيمان بالله عز وجل هم السلاح الأقوى والأكبر في مواجهة هذا المرض. مشاهدينا، سننتقل الآن إلى مبادرة إغاثية تهدف لتنمية مواهب الأطفال في الداخل السوري. يعني نظمت الوكالة السورية للإنقاذ بحملة استهدفت 1500 طفل سوري في الداخل وفي المناطق التركية الحدودية مع سوريا. نتابع التقرير التالي. ازداد عدد الأطفال بشكل ملحوظ في الشمال السوري المحرر إثر حملة التهجير الأخيرة. أطفال من ريف دمشق وحمص وحلب واللاذقية باتوا على قائمة الأطفال الأكثر بؤساً في العالم. غالبية هؤلاء الأطفال انخرطوا في سوق العمل لإعالة أسرهم النازحة في الشمال السوري، خاصة بعد فقد الأب خلال الحرب. العديد من المنظمات والحملات الإغاثية تعمل على تخفيف وطأة النزوح، محاولة الحد أو التخفيف من معاناة الأطفال النازحين داخل وخارج سوريا، حيث تمكنت الوكالة السورية للإنقاذ وهي إحدى منظمات المجتمع المدني والتي تعمل داخل وخارج سوريا من الوصول إلى ما يقارب 5000 طفل نازح. نقوم بحملة دفونة 3 اللي هي مستمرة في الأراضي السورية في مخيمات أطمع ومخيم خربة الجوز وفي الأراضي التركية للمدارس السورية وللأطفال السوريين نتيجة ما يعاني منه الأهل من قلة في الموارد، وبالتالي نحاول أن نخفف عنهم في المصاريف التي يحتاجونها الأطفال. استهدفت في حملتها نحو 1000 طفل في الداخل السوري و500 طفل في مدينة أنطاكيا التركية. الحملة كمان تهدف أن تغطي أكبر عدد ممكن من السكان ومن النازحين بسبب الشتاء القارس، والحملة تشمل من ABC شتوي ومن شبابي ومن أحزي، تشمل إن شاء الله وتعالى أكبر عدد ممكن. اكتشاف مواهب الأطفال خلال الحرب وتنميتها يقع على عاتق الجمعيات والمنظمات الإغاثية والتي تحرص على جعل الأطفال يقدمون فنونهم وإبداعاتهم بلغة أخرى غير لغة الرصاص والدماء. وعودة لكم مشاهدينا وإلى فقرة التكنولوجيا التي وصلنا لها اليوم مع مهندسنا محمد حياني. ويسعد صباحك محمد. صباحك سراء. صباح الخير محمد. صباح الخير مشاهدينا، اليوم حنحكي كمان عن 6 أخبار. حنحكي عن ليجو، عن إطلاقها لمنصة التواصل الاجتماعي جديدة خاصة بالأطفال دون سن 13 سنة. حنحكي عن السيلفي ولعشاق السيلفي، أداة جديدة لتأخذ السيلفي فيها. حنحكي عن فيسبوك وعن تطويرها لإمكانية البحث عن الصور ولكن من خلال المحتوى هذه المرة. حنحكي عن أبل وعن تطويرها لمعالج ARM اللي حيكون مضاف بماك برو الجديد. حنحكي عن مايكروسوفت وعن تحضيرها لنسخة جديدة تحت اسم ويندوز 10 كلاود، حتكون منافسة لكروم او اس. حنحكي عن اليابان وعن بصراحة نيتها صناع الميداليات الجديدة لأولمبياد 2020 من الهواتف المحمولة. حنبدأ بالخبر الأول اللي هو عن ليجو. ليجو اللي هي شركة دنماركية، أو ليجو جروب اللي هو شركة دنماركية اللي كلياتنا بنعرفها واللي بصراحة مشهورة بموضوع المكعبات، كلياتنا لعبنا بمكعبات ليجو من قبل، أطلقت اليوم فكرة جديدة، منصة التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 13 سنة. منصة التواصل هي حتكون مخصصة فقط للأطفال اللي حابين يتواصلوا بخصوص مواضيع ليجو أو بخصوص مواضيع أخرى. حتكون هي المنصة تحت اسم ليجو لايف وحتكون متواجدة على تطبيق موبايل خاص بهالموضوع هذا. هلأ الفكرة من هاي المنصة أنها حتكون منصة مراقبة أو فيها فلترات معينة حتراقب المحتوى وحتكون متأكدة من الأمان المعلومات الخاصة بهذا الطفل. ما رح يكون في ليميت بصراحة للعمر اللي حيدخل أو اللي حيسجل بهاي المنصة أو لا، ولكن حيسمح للأطفال بالتسجيل فيها من خلال موافقة الآباء. الفكرة كمان أني حابب أقولها أنه التعليقات حتكون ما أنها تعليقات نصية، يعني التعليقات حتكون تعليقات جاهزة الأطفال حيختاروها من خلالها حيتم التعليق، وطبعاً طبعاً حيكون في لصاقات خاصة للتفاعل أكثر. طبعاً هي منصة حتيح للأطفال فرصة حتى يواجهوا يعني تحديات صغيرة على مستوى عمارهم،
وحيقدروا من خلال هذه التحديات انهم يتنافسوا مع بعض على امور بسيطه. طبعا منصه ليجو لايف حتكون كمان مهتمه بموضوع امن المعلومات الخاصه بالطفل، يعني ما حتطلب صور خاصه، ما حتطلب معلومات خاصه، حتى ما راح يكون في ميزه لتتبع الامكنه، يعني حيكون معلومات او المعلومات الخاصه بالاطفال جدا معلومات مهمه. طبعا حيكون في برامج خاصه لفلتره المعلومات الموجوده على هذه المنصه، يعني بما انه الموضوع حيكون موجه للاطفال فممكن انه يكون في احد الاشخاص الذي يسيء استخدام هذه المنصه، حيكون في فلاتر معينه موجوده على هذه المنصه حتسمح للشركه انها تفلتر المحتوى وحتشوف اذا في اي كلمه غير مناسبه حيتم حذفها مباشره، او في محتوى غير مناسب حتم تدقيقه بشكل مباشر. طبعا فكره انه تسجيل فيها حيحتاج موافقة الآباء، لأنه في معلومات معينة الأب من خلالها لازم يعطيها للمنصة ليتم قبول الولاد، وطبعا حتتيح ميزة أيضا للآباء لمراقبة أبنائهم وش عم بيساوي من خلال هذه المنصة. فكرة كتير جميلة أن تكون المنصة موجودة، فكرة كتير جميلة أنها تكون يعني للأطفال موجهة بشكل خاص. جميلة. طب محمد، هل فيها مواضيع الروبوت مثلا، بأنه ليجو هي متصدرة بقصة الروبوت تاع الأطفال، فهل ممكن من هذه المنصة يكون؟ هو كل التعابير الخاصة بصراحة بهي المنصة حتكون متعلقة بليجو، يعني الأشكال الروبوتات، الأشكال اللي نعرفها كلياتنا عن ليجو، التعابير الخاصة فيهون، اللي حتى موضوع المكعبات، حتى في فكرة أنه نخلو هذا الأبليكيشن انه يكون مثل ابلكيشن موحد لكل خدمات ليجو، مثل ما بنعرف احنا وقت بنشتري لعبه بيكون فيها ارشادات خاصه. صحيح. او فيها مثلا افكار خاصه، فهنا مفكرين انه حتى هذا الابلكيشن يكون فيه هاي الارشادات وهي الافكار. وعم بيقولوا انه كمان الابلكيشن هذا لازم يعني يخلي روح التحدي عند الاطفال اعلى، وما حيكون فيسبوك، حيكون شيء قريب من الانستغرام، يعني حيكون صور، تعليقات، تفاعل، بس ما حيكون طبعا مثل فيسبوك وبنفس الفيتشرز الموجودة فيه. جميل، يعطيهم العافية ليجو، دائما مبدعين. دائما مبدعين. وبصراحة حابب أذكر كمان خبر عن هون، إنه قايلين إنه الإعلانات اللي حتكون موجودة بهذا التطبيق هي مانها إعلانات تجارية، حتكون أيضا إعلانات خاصة ببرودكتس تبعين ليجو. ممتاز. فشيء كتير مهم كمان. ننتقل للخبر اللي بعده واللي هو عن التقاط السيلفي ولكن بطريقة أخرى. إذا كنت من عشاق السيلفي فغالبا بتلاقي بتواجهك مشكلتين، إذا كنت عم تاخذ السيلفي بإيدك إيدك حتبين، وإذا كنت عم تاخذ السيلفي من خلال عصاية السيلفي العصاية حتبين، وبالحالتين ما حتكون صورة بيرفكت. جايبين الحل بشركة اسمها Air Selfie، اللي هي شركة قدمت حل لطائرة من دون طيار، طبعا طائرة من دون طيار كتير صغيرة حتكون على شكل غلاف أو كفر، هاي اللي حتكون موضوعها بقلب الجهاز، انت حتشيلها من الجهاز وحتديرها من خلال تطبيق حيكون نازل على الموبايل مباشرة، فيها ثلاث أوضاع للطيران. مثل ما احنا شايفين الفكرة كتير بسيطة، انه هي حتكون اصلا موجودة ضمن الجهاز فمانك مضطر انك تحملها بشكل منفصل. الفكرة الثانية اللي انا حابب اقولها انه هي حتكون مصنوعة من الألمنيوم، حتكون قابلة للطيران لمدة 3 دقائق، شحنها هيحتاج لمدة 30 دقيقة. الفكرة كمان من خلال هذه الكفر او الغلاف انه حيكون مزود بكاميرا 5 ميجا بكسل. طبعا لما حتطير الكفر حيطير او حيكون بمرحله معينه حيعطيك صوره افضل، واجهه افضل، وحتطلع الصوره بمساحه اعرض، يعني الاشخاص اللي بيفهموا موضوع التصوير حيعرفوا انه كل ما بعدت الكاميرا او كل ما غيرت الاتجاه حتكون واجهه او القدره على التقاط صوره سيلفي افضل وافضل. طبعا الشركه اللي هي Air Selfie هي شركه تجاوزت موضوع التمويل من طبعا هي بلشت تمويلها على موقع كيك ستارتر، جابت حوالي اكثر من 500,000 يورو. طبعا بلش الطلب المسبق على هذه الطائره من دون طيار، حيكون سعرها حوالي 260 دولار. الطائره حتكون متواجده بالاسواق بشكل كثير سريع خلال ايار المقبل، بلشت عمليه الطلب المسبق عليها، حيكون فيها كمان كثير فيتشرز حنذكرها لاحقا. يعني الجميل كمان هالطائره هيك من غير طيار، طب عمليه تثبيتها يعني لحتى تضبط الصوره، هل هاي الدرجه هم مراعين هاي المساله انه الصوره ثابته تماما ما في ابدا اي اهتزاز؟ هو في لها 3 أوضاع طيران مختلفه، يعني حيكون في لها مثلا وضع يعني هو اكيد اذا كان في مثلا تيار هوائي ضمن الغرفه ما حتكون ثابته بشكل كثير كبير، يعني اذا كان مثلا في هواء كثير اكيد حتطير، ولكن هي الفكره فيها انه يعني بصراحه انه هي محموله، يعني هي ضمن الكفر تبع الجهاز، حتى انه هي متوافقه مع كل اجهزه ايفون 6 ايفون 7 طبعا 6S و7 بلس مع جوجل بلس الجديد، جوجل بيكسل الجديد، ولازم ما في انه لازم موبايل خاص، يعني حاليا هي متوافقه مع الاجهزه الحديثه، يعني مع سامسونج اتش 7 الجديد، مع جوجل بيكسل، مع ايفون. نعم. فشكلها كثير مهمه، خفيفه، البرودكت خفيف، حتى سعره ما انه كثير غالي. طبعا فكره الطائره من دون طيران كان هو الفكره اللي احنا حابين نقولها، اكيد موضوع الاهتزاز حيضل تحدي كبير، بس موضوع الفيجن تبع السيلفي حيكون اهم، مثل ما بنعرف اليوم الثقافه البنات رح ينبسطوا على فكره، حيطير عقلهم فيها رح يربحوا الشركه كثير. ايوه، هلا صار فيهم يبلشوا يطلب فيها وبيوصلهم الطلب بمي بايار.
حننتقل للخبر اللي بعده اللي هو عن خلينا نشوف الخبر عن فيسبوك. فيسبوك تطور إمكانية التعرف على الصور من خلال المحتوى. طبعا الفكرة ما أنها جديدة، جوجل من قبل كانت دائما هي الرائدة بهي العملية، بعملية فلترة الصور أو بعملية البحث يعني خلينا نقول. فاليوم فيسبوك فكرت بنفس الطريقة أنها تحسن عملية البحث المحتوى عن الصور. شو عم بحكي أنا أو شو المعنى؟ المعنى أنه كلياتنا بنعرف إذا نحن بدنا ندور على صورة معينة غالبا بندور عليها من اسمها أو من التاجز أو يعني أو الرسوم أو من الكلمات المفتاحية المرتبطة بهي الصورة. طبعا الاشخاص اللي بيشتغلوا بموضوع الويب سايتات او الاشخاص اللي بيكونوا على تويتر او على انستغرام بيعرفوا تماما انا شو عم بعني. يعني غالبا احنا وقت ما ننزل صوره فبنعملها بنحط هاشتاج عليها او بنحط كلمات مفتاحيه تدل عليها، ومن خلال هاي الكلمات المفتاحيه بنقدر نحن ندور على هي الصوره. الفكره كانت بطريقه مختلفه انه نحن لا، ليش ما ندور على الصوره من المحتوى الخاص فيها؟ يعني مثلا اذا انا كتبت على فيسبوك انه كلمه طبيعه فحيطلع لي كل الصور اللي لها علاقه بالطبيعه، كل الصور اللي لها علاقه بمواضيع اللي انا بحاجه ابحث عنها من دون ما يكون الكلام عن الكلام اللي موجود او اسم الصوره بيدل عليها. الفكره انه هي فكره ذكاء صنعي بحث، يعني تقنيات الذكاء الصنعي المستخدمه بهذه العمليه اسمها الديب ليرنينج او التعليم العميق، حيتم من خلالها فلتره ملايين بل مليارات الصور، حيتم فهم المحتوى، وبعد ما تفهم انت بالضبط بعد ما هالبرامج تحلل هي الصور وتفهم عن شو عم تحكي، لما انت حتبحث عنها حيبين الصور بطريقه اسرع. طبعا فيسبوك تفوقت على جوجل بشغله معينه، انه قالت انه حتى الاشخاص اذا في اكتيفيتيز ضمن الصوره حنقدر احنا نعرف شو هي الاكتيفيتيز. يعني مثلا اذا انا كنت عم دور على شخص يمارس رياضه التنس وكتبت هيدي العمليه انه شخص يمارس رياضه التنس على فيسبوك، حيطلع كل الاشخاص اللي متصورين صور واللي اصلا هن عم يمارسوا رياضه التنس بدون ما يكون اسم الصوره بدل عليها. يعني الفكره انك تبحث على صوره معينه بدون ما يكون في وسم او بدون ما يكون في كلمه مفتاحيه فيها شيء كتير مهم. طبعا فيسبوك قالت انه نحن حنطور هذه الميزه بحيث انه حتى من بعض الصور يتم البحث ضمن الفيديوهات. يعني مثلا اذا كان في لقطه ضمن فيديو كتير كبير، هي اللقطه مثلا عن شخص يمارس كره القدم وانا كتبت شخص يمارس كره القدم في عمليه البحث، حيصهر هذا الفيديو ضمن نتائج البحث طبعا بترتيب مختلف بحسب الاهميه وبحسب انا بالضبط على شو عم دور. المريد من قول جوجل كانت الرائدة بهذا الموضوع بعملية تحليل الصور، يعني نحن نفهم هاي الصورة عن شو عم تحكي، ما عاد في داعي اللي أنا وعلى فرض سميت الصورة اسم مختلف تماماً عن مدلولها، ما حيكون في أي مشكلة لأنه التحليل عم بيتم على الصورة نفسها. التحليل حتكون ضمن خوارزميات معقدة وحتفهم بالضبط شو اللي عم بيصير بهي الصورة بدون حتى ما تحكي عنها. أنا حابب أقول إنه هاي الميزة حالياً متوفرة بالولايات المتحدة الأمريكية، طبعاً حيتم توفيرها بدول أخرى لاحقاً، ولكن هلأ التجربة عم بتتم بهي الدولة لنشوف كيف الموضوع حيصير. هذا استخدام الذكاء الصنعي بالبحث عن الصور عفوا او بالبحث عن الفيديوهات شيء كتير مهم وحيتطور كتير، كونه اغلب المنشورات على السوشيال ميديا بهالايام عم تكون صور وفيديوهات ومواضيع مثل ما بنقول نحن المنشورات النصيه عم بتقل يوم بعد يوم. حننتقل للخبر اللي بعده اللي هو عن ابل تقوم بتطوير معالج ARM جديد لماك برو، لجهازها ماك برو اللي حيطلق هذه السنة. طبعا كشفت بعض المصادر على انه ابل تقوم حاليا بتطوير معالج ARM. شو يعني معالج ARM؟ معالجات ARM هي معالجات اللي بتستهلك طاقة اقل، اللي بتكون غالبا موجودة بالتابلتس، موجودة بالموبايلات، اغلب الاحيان بتنوجد بهالاجهزه الصغيره لحتى ما تستهلك كميه كبيره من الطاقه. اليوم ابل عم تعمل انفستمنت بهالموضوع، هات عم تحاول انها تكون او تشكل معالج جديد تحت اسم T310. هذا المعالج حيكون الغرض منه انه حيتواجد بماك برو وحيخلي المعالج الاساسي اللي هو موجود ضمن ماك برو اللي هو معالج الانتل يكون بمرحله مثل ما نقول احنا ستاند باي. يعني لما انت تفتح اللابتوب تبعك وحيكون انت الشيء اللي عم بتساويه كتير بيزك، مثل تتصفح مثلا البريد الالكتروني او تعمل مزامنه للسكيدجول تبعك او انك انت مثلا تعمل تحديثات او اي عمليه اخرى، هي العمليات ما انها بحاجه انها تستخدم المعالج الاساسي. ففكره ابل انها تستخدم معالج بجانب المعالج الاساسي حيكون من نوع ARM، حيكون استهلاكه اقل للطاقه، حيوفر ضغط على المعالج الاساسي وحيكون أسرع بتنفيذ هذه العمليات من المعالج الأساسي. ليش؟ لأنه حيكون خصوصي لهالمواضيع هاي. الفكرة أبداً ما أنها جديدة، الأشخاص اللي عندهم لابتوبات احترافية بيعرفوا أنه أغلب اللابتوبات حالياً عم تجي بكرتين للرسوميات، كرت رسومي مثلاً بيكون كتير متفوق من نوع مثلاً ATI أو نيفيديا، وكرت آخر من نوع انتل. كرت الانتل يستخدم للعمليات اللي ما بحاجة
معالجات رسوميات قوية، فبالتالي بيخلي العملية الطاقة استهلاكها أقل، وبيخلي اللابتوب يعني يستمر بعمر أكثر. الفكرة اللي أنا حابب أقولها إنه كل الناس لما شافت إنه اليوم أبل عم تعمل معالج ARM قالت إنه خلاص أبل هلأ بلشت بالطريق اللي حتتخلى فيه عن معالجات إنتل. طبعا هذا الشيء ما هو صحيح، لأنه لحد الآن الماك برو كلياتنا وقت اللي بنجيبه بيكون المعالج اللي جوا انتل، لانه بيحتاج لقدره رسوميات عاليه. مستحيل معالجات الاي ار ام انها تحل محل الانتل حاليا، ولكنها خطوه من ابل لتبلش انها تنتج المعالجات اللي خاصه فيها بنفسها من دون الاعتماد على شركات اخرى مثل انتل اور او اي ام دي. الخبر كمان اللي انا حابب اقوله انه الفكره الاساسيه اللي انا حابب ارجع اذكر فيها انه هذا المعالج حيكون معالج فرعي ضمن اللابتوب نفسه، يعني اللابتوب نفسه حيكون فيه معالجين، معالج للامور البسيطه ومعالج للامور الكبيره. فكره كتير مهمه حتوصلنا لشغلات كتير مهمه بالمستقبل. ماك برو حيتم اطلاقه هي السنه حيكون محتوي لهذه الميزه. حننتقل للخبر الخامس واللي هو عن مايكروسوفت، اللي هي طبعا الكومبيتيتور الكبير لابل. مايكروسوفت تحضر نسخه مخففه من ويندوز 10 هذه المره لمنافسه جوجل او كروم او اس. كلياتنا بنعرف انه في نظام تشغيل خاص بجوجل اسمه كروم او اس. هذا النظام التشغيل حاليا بامريكا هو ترند كتير كبير والناس كتير بتستخدمه، طبعا لعده اسباب، منها انه هذا النظام التشغيل كتير امن، كتير سريع، وبصراحة أسعار اللابتوبات اللي موفر عليه هذا النظام التشغيل عم تكون كتير أسعار منافسة لأنظمة مايكروسوفت. الخبر اللي أنا حابب أقوله إنه مايكروسوفت بصراحة كانت كتير وريد أو نقول إحنا قلقة من إنه الانتشار الكبير لكروم أو إس عم بيغطي على مايكروسوفت وعم بيكون أنظمة تشغيلها مهددة فعلياً. اليوم بأمريكا مثلاً بالولايات المتحدة بنشوف إنه أغلب اللابتوبات اللي عم يتم طلبها من أمازون عم بتكون موفرة بنظام كروم أو إس، واغلب بنقول نحن المعاهد العلميه او الجامعات او المؤسسات البحثيه عم تستخدم اللابتوبات عم يكون نظام تشغيلها او اس. مايكروسوفت اكتشفت انه لا، ليش ما نحن بنعمل نظام تشغيل ينافس هذا الموضوع بيكون خفيف كتير، فقررت انها تطلق نظام تشغيل سميته ويندوز 10 كلاود. ويندوز 10 كلاود حيكون نظام خفيف جدا، حينافس كروم او اس، وحيتم تنزيل التطبيقات فقط من خلال ويندوز ستور. يعني ما حتقدر، يعني هذا النظام التشغيل ما حيسمح لك انك تنزل البرنامج بشكل اعتيادي، لا حتنزله بس من الستور اللي خاص من ويندوز. الفكره كمان اللي انا حابب اقولها انه حاليا مايكروسوفت مثل ما شفنا بالفيديو من شوي عم تشتغل على تحديث حيتوفر بابريل القادم. هذا التحديث حيكون اسمه كرييترز ابديت، متوقع انه تنضاف كتير فيتشرز جديده على ويندوز 10، واللي هي الفيتشرز حتكون خاصه للاشخاص اللي بيهتموا موضوع الرسوميات او موضوع التصاميم إلى آخره. الفكرة بهذا الخبر إنه نحن حابين نقول إنه النظام التشغيل اللي حتطلقه ويندوز حيكون أخف بكتير من الويندوز اللي نحن حالياً عم نشتغل عليه. هو ما إنه أبداً صحيح اسمه ويندوز 10 كلاود، بس ما حيكون له علاقة كتير بالكلاود، حيكون بيست على لابتوب عادي، وحيتم تنزيل التطبيقات بشكل أخف، يعني حتقدر تستخدمه كتابلت أكثر مما إنه حيكون كويندوز عادي. ننتقل للخبر الأخير اللي هو عن اليابان. بصراحة أنا حبيت أذكر هذا الخبر لعدة أسباب، إنه كتير من الأشخاص اللي بعالمنا العربي أو من الأصدقاء اللي موجودين حول العالم بيسألوك أنا إذا موبايلي القديم عندي شو بسوي فيه؟ في أشخاص بتقلك ببيعه، في أشخاص بتقلك أنا بحب أحتفظ فيه، في أشخاص بتقلك أنا ما عاد أصلاً استفاد منه. هذا الخبر حيقلك إنه أكيد حتستفاد منه وحتساعد أكتر بإنه تحافظ على البيئة تبعك وعلى إنه تساعد الدولة. فاليابان طبعا كانت بنيتها انها تطلق او انها تساوي الميدلز او نحن الميداليات اللي خاصه بالاولمبياد 2020 من الموبايلات او من الهواتف المستعمله. فشجعت بنقول نحن اللجنه المنظمه لتنظيم الاولمبياد بطوكيو عام 2020 الشعب الياباني على التبرع بهواتفه النقال القديمه للمساهمه بصنع الميداليات للابطال المتواجدين. طبعا هذا السبب انه اليابان اصلا عندها افتقار بالمواد المعدنيه. التبرع بهي الأجهزة النقال طبعاً حتخلي اليابان يحصل على حوالي 2 طن من المعادن مثل البلاتين، الذهب، الفضة والنيكل. طبعاً هي المعادن كتير متواجدة بكميات ضئيلة ضمن هذه الأجهزة المحمولة، ولكن من خلال عمليات كيميائية معقدة حيتم فرز المعادن وحيتم الحصول عليها. الهدف وحسب موقع بي بي سي أنه الهدف هو جمع 8 طن من الهواتف المحمولة للحصول على 2 طن من المعادن. طبعا بلدية طوكيو قالت انه حتنشر سلات خاصة بجانب المتاجر الخاصة بصناعة الهواتف المحمولة، بجانب المتاجر الخاصة بشركات الاتصالات. حيمكن التبرع بهواتفك المستعملة او ممكن حتى تتبرع بجهاز يعني كهربائي موجود عندك بالبيت وما عم تستخدمه. حيتم استخراج هذه المعادن.
طبعا الفكرة أنك تحافظ على البيئة وحتعطي فرصة للشعب الياباني أنه حتى يكرم الأطفال، يكرم الأبطال بالأولمبياد بطريقة شخصية، وحتخلي الموضوع أقل استهلاك للموارد اللي أصلا موجودة باليابان. فكرة ابتكارية جدا محمد، يعني إعادة تدبير المواد المعدنية والهواتف الخلوية والأجهزة الكهربائية، فكرة رائعة جدا، غلبتنا اليابان دائما. هي فكرة ذكية فعلا، وإعادة تدوير وفرصة أنت مش عارف وين تودي موبايلك فعليا. صحيح، إن هي بتساعد الطرفين، الطاقة النظيفة، يعني إنك تقدر إنه فعلا إحنا بقلب موبايلاتنا في نيكل، في فضة، في عدة معادن ممكن إحنا نرجع نستخدمها. فاليابان دائما بهالموضوع مثل ما تفضلتوا رائدة، يعني نحن دائما كيف ما نكب أي شيء ممكن نستخدمه، وإنك تكلي فرصة للشعب إنه طبعا يكون متواجد ويساعدك ويخليك يعني يكون له يد بتكريم هذه الأشخاص. العملية الاقتصادية كمان، العملية التطور والعملية الاجتماعية، مسألة التكريم فكرة جدا رائدة على مستوى اجتماعي وعلى مستوى اقتصادي صراحة. بالضبط، أنا هذا حبيت أكد عليه، إنه المستوى اجتماعي تكنولوجي، حتى إنه أشخاص تكنولوجيا اللي الشركات حتنبسط إنه أنت تليفونك قديم حتحطه ما حتضطر تستخدمه، حتشتري أجهزة جديدة. فشيء كتير مهم وشيء كتير جميل، نتمنى أنه الموضوع هذا يكون حتى متواجد عنا بالعالم العربي، يكون في عنا دائما محلات خاصة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية، لأن ممكن نستفاد من هذا الشيء، موضوع كتير مهم، ونحافظ على الطاقة اللي عنا ونستفيد من الأجهزة اللي أصلا موجودة واللي ما عم نستخدمها. نتمنى تكون فقرتنا لليوم نالت إعجابكم مشاهدينا، ونرجع مرة ثانية لكم. شكرا لك محمد، استمتعت جدا بالأخبار اليوم. ومشاهدينا بعد الفاصل جولة في الصحافة مع زميلنا ميران أحمد، كونوا معنا. ومشاهدينا وصلنا إلى جولة الصحافة، وزميلنا ميران سيدلي بدلوه الآن في الصحافة. يسعد صباحك. يسعد صباحكم صبايا وصباح جميع المشاهدين. كتب مشاهدينا خالد الدخيل الكاتب المعروف في صحيفة الحياة، يقول: خطورة عودة أمريكا على النحو الذي تنتهجه إدارة ترامب تتكامل تماما مع الدور الإيراني في المشهد الذي يتخلق أمامنا من جديد حاليا، فهذه العودة تعيد صدام واشنطن مع طهران ليحتل هذا الصدام واجهة المشهد من جديد. وقد اتضح ذلك في أجل صوره حتى الآن في اختيار إيران الأسبوع الأول من إدارة ترامب للمبادرة بإجراء تجربة على صواريخ باليستية، فيما بدا أنه اختبار لرد فعل الإدارة الجديدة. وقد جاء رد الفعل سريعا وقويا في الوقت ذاته، إذ بادرت هذه الإدارة إلى فرض حزمة عقوبات على 25 كيانا إيرانيا، ووجهت تحذيرا مباشرا لإيران من الاستمرار في هذا النهج. والجديد وغير المسبوق أيضا في موقف إدارة ترامب مشاهدين أنها اعتبرت أن الوجود الإيراني في العراق ابتلع هذا البلد، في الوقت الذي خسرت أمريكا كما يقول ترامب في تغريدة له 3 تريليونات دولار أمريكي. وهذا تطور جديد لم يألفه الإيرانيون، يسلط الضوء لأول مرة على طبيعة وجودهم في العراق، وسيأخذ على الأرجح حقه من الاهتمام في طهران. جولة الصحافة، أهلا بكم. البداية من صحيفة القدس العربي، ونقرأ بها نائب الرئيس اليمني للصحيفة: سقوط الانقلاب أصبح مسألة وقت. قال نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر إن الشرعية اليمنية باتت في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه في وقت سابق. وأضاف الأحمر في تصريحات الأدلى بها للصحيفة من الرياض أن الشرعية اليمنية باتت دولة تسيطر على معظم اليمن ومنافذه البحرية والبرية. وذكر أن القيادة الشرعية اليوم تقوم بمسؤولياتها تجاه شعبها، وأن الشعب يدرك أن الانقلابيين ينهزمون يوما بعد يوم، وأن نهاية الانقلاب حتمية. وأكد أيضا أن صرف مرتبات موظفي الدولة دون تمييز في كافة محافظات البلاد خطوة في الاتجاه الصحيح، تجعل المواطنين يعرفون مكانة قيادتهم ومسؤولياتها التي تمارسها على أكمل وجه.
ننتقل بكم إلى صحيفة الحياة والتي تحدثت بشأن يعني الأيديولوجيا الإيرانية وأيضا التداخل مع الأيديولوجيا الأمريكية، والحرس الثوري يهدد أمريكا بسيل من الصواريخ، حيث كتبت في التفاصيل: بعد ساعات على تشديد واشنطن عقوباتها على طهران، نفذ الحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية مهددا بأن صواريخه ستمطر الأعداء فور ارتكابهم أي حماقة. وكانت الولايات المتحدة اعتبرت أن إيران هي أبرز دولة راعية للإرهاب في العالم، مستدركة أنها لا تعتزم تعزيز قواتها في الشرق الأوسط. وعلق قائد سلاح الجو في الحرس الجنرال أمير علي حاجي زادة على تشديد العقوبات الأمريكية بعد اختبار طهران صاروخا باليستيا، معتبرا أن محاولات النيل من قدراتهم وبحوثهم النووية واقتدارهم الصاروخي ليست سوى ذرائع لمناهضة نظام إيران وشعبها أيضا. وشدد على أن القوات المسلحة تبذل جهودا متواصلة للدفاع عن أمن الشعب الإيراني كما قال، وزاد على ذلك وقال أيضا: ستنهمر صواريخنا على رؤوس الأعداء فور ارتكابهم أي حماقة. إلى صحيفة العرب والتي كتبت: الإخوان المسلمون يوسعون نفوذهم بين الجالية المسلمة في الغرب، حيث تسعى الجماعة جماعة الإخوان المسلمين إلى الاستفادة من الحملات الأمنية على شبكات تنظيم داعش والمتعاطفين معه في الغرب، وذلك بتوسيع نفوذها بين الجالية المسلمة، وخاصة تسريع الاستقطاب بين اللاجئين الجدد من جهة، وتجنب الضغط القادم من أمريكا مع بداية حكم الرئيس دونالد ترامب عبر خطاب الاعتدال من جهة ثانية، حسب رأي الصحيفة طبعا. يأتي هذا في وقت بدأت فيه دول غربية تشعر بالقلق من تمدد الجماعة بين الجالية ومن شبكاتها المالية واستثماراتها، فضلا عن أفكارها المتشددة أيضا حسب رأي صحيفة العرب. من العرب إلى العرب الجديد، وتحضيرات جنيف 4 عين على أستانا وأخرى على الرياض. وفي التفاصيل: تتسارع وتيرة التحركات السياسية لعدة أطراف فاعلة في الشارع السوري تحضيرا لمؤتمر جنيف 4 المقرر في 20 فبراير شباط الحالي، وبعد اجتماعات أنقرة يوم الجمعة الماضي بين وفد واسع التمثيل من المعارضة السورية ومسؤولين في وزارة الخارجية التركية لمناقشة ما أفضت إليه محادثات أستانا في يناير كانون الثاني الماضي، ولبحث مختلف التفاصيل قبل بدء مفاوضات الحل السياسية المرتقبة. تشهد العاصمة الكازاخستانية أستانا غدا الاثنين اجتماعات ثلاثية تركية روسية إيرانية بمشاركة ممثل عن الأمم المتحدة، وذلك لمناقشة آليات الرقابة على وقف إطلاق النار في سوريا وتحضيرا لأوراق جنيف 4. في المقابل، تعقد الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعات في الرياض بعد أيام لمناقشة القضايا المتعلقة بالمفاوضات وأيضا تشكيل الوفد المفاوض. إلى صحيفة الشرق الأوسط، وعنونت: القضاء الأمريكي يجمد قرار حظر السفر. انشغلت الولايات المتحدة بقرار قاض فيدرالي بتجميد حظر السفر الذي أقره الرئيس دونالد ترامب. وقالت الحكومة الفيدرالية الأمريكية ممثلة بوزارتي الخارجية والأمن الداخلي إن السلطات الفيدرالية أعادت تفعيل نحو 60,000 تأشيرة دخول ملغاة، وأصبح بمقدور حاملي هذه التأشيرات دخول البلاد إلى أن يتم البت النهائي في دستورية قرار الرئيس ترامب، وهو أمر منوط بالمحكمة الأمريكية العليا إذا ما تم رفع الأمر إليها. وأثار هذا الحكم القضائي غضب الرئيس الأمريكي الذي وصفه بالسخيف وسيتم إلغاؤه، مضيفا أيضا أن من يسمي نفسه القاضي سوف يعرض أمن البلاد للخطر. وتعهد ترامب بتحدي الحكم الأولي، ملوحا بأن المعركة القضائية لا تزال مستمرة ولم تصل إلى نهايتها بعد. الآن مشاهدينا ننتقل بكم إلى جولة الكاريكاتير الصادر هذا الصباح.
مشاهدينا كثيرا ما تعبر رسوم الكاريكاتير عن مئات الأسطر ربما. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الجولة وعودة لأيضا إسراء وصفاء وختام صباح الإيمان. شكرا ميران، يعطيك ألف عافية، فعلا تختار الكاريكاتير معبر دائما. ومشاهدينا في ختام هذه الحلقة نتمنى لكم دائما يوم سعيد مليء بالفرح والسعادة والابتسامة النابعة دوما من القلوب. يعني تابعونا دائما مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نذكر دائما فيسبوك تويتر إنستغرام، شاركونا وتابعونا وابعثوا لنا رسائلكم، وأكيد تابعوا ما فاتكم من حلقات عبر اليوتيوب. في أمان الله، إلى اللقاء.